أنا تعبت خالة، تعبت من الله هاي يسامحك، المسألة، الله يسامحك. تعبت والله العظيم، ماكو مرجع في الضيمي. ما شاف الضيم وتاب هاي الدنيا. أم أم قولي يا الله ان شاء الله توصل أم مناشدتك. أم الثلاث بنات والله تعبت. مسحي دموعك ان شاء الله، ما طول من خلال برنامج لوكيشن ان شاء الله خلا أني ان شاء الله يوصل صوتك. أريد يوصل صوتي للوزراء والمسؤولين. قصة مأساوية الحقيقة من بغداد، مؤلمة لعائلة سيدة عندها ثلاث بنات، توفى والدهم في الأحداث الطائفية قبل سنين وتم تهجيرهم. شاء القدر أنه يحدث حريق في بيتهم بعد ما كانوا يشتغلون بتجهيز المواد الغذائية للناس. هذا الحريق احترقت به واحدة من بناتها. اليوم هذه الأم مطلوب منها أكثر من 200,000 دينار كل أسبوع تقريبا حتى تعالج بيتها. وضعهم المادي صعب، ناشدت الخيرين وناشدت رئيس وزراء، وإحنا بدورنا أيضا نناشد وزارة الصحة بل كي يقدرون يساعدوهم. هي ناشدت أيضا وزير النفط حتى يعيدها إلى وظيفتها، والموضوع مأساوي الحقيقة. أي أحد يقدر يساعد هذه المرأة، إحنا أرقام تليفوننا أو تليفون البرنامج ممكن يستقبل اتصالكم بهذا الموضوع، وأي مساعدة ممكن نوصلكم إلى هذه السيدة بصورة مباشرة تساعدوها. الوضع اللي هي به صعب جدا وظروفها جدا صعبة. خلونا نشوفها. من البداية أنا أم عندي ثلاث بنات، عائلة إحنا نشكل من ثلاث بنات وأم. كنا عايشين بصلاح الدين، داموا مصافي بيجي، وقتها صارت الطائفية ما سنة وشيعتها جرنة، فقدت أبوهم، فقدت والدتي بطلاقات نارية، وتهجرنا إجينا إلى مدينة الصدر. وقتها عانينا وبيه الكفاية، قعدنا بالخيم، كان وقت الشتاء، الأمطار تسيل، يعني آلام كلش قوية. ظلينا من مكان لمكان بالخيام. بعدين اجيت اناشد بال2005، ناشدت وزير النفط لعادتي للوظيفه، ما حصلت على هاي. وراها شديت حزامي وقمت اسوي طرشي وكبه وكيك حتى اعيش بناتي. بنتي الكبيره الحمد لله وصلت مرحله ثانيه هندسه، والوسطانيه صيدله، وشاء القدر طق بيتنا بالغاز. يعني انفجر الغاز عليكم الطباخ؟ انفجر بيتنا بالغاز واحترقت بنتي دعاء. وضليت افتر بالشوارع اناشد رايح وجاي اقول له ساعدني اريد اجيب علاج لبنتي. كانت بين يوم ويوم 130، هسه كل خمس ايام 205,000، حرقت 80%. جيد عمر الله يخليك. 2006 فقدت الأب، ولا عدهن أخو ولا عدهن خال ولا عدهن عم. ظليت هسه جول بالبيوت من بيت البيت. ما عندك مكان يعني ثابت تقعدين بيه؟ لا معك للأسف أستاذ العزيز، ما عندي. فناشدت قبل فترة، قبل شهرين، رئيس الوزراء السابق مال ببال المناشدة، وهسه هي مناشدتي رئيس الوزراء الحالي الأستاذ الدكتور الفاضل محمد شياه السوداني، وناشد وزير النفط. والأترجى منك يا وزير النفط أني تسمع هاي المناشدة الثاني مرة للوزير الجديد اللي موجود حاليا، إنكم تعيدون الوظيفة حتى أقدر أعيش وأعيش بناتي. والله جيت لهذا المكان وبناتي بلا غدا، منو من عندكم هسه أطفال بلا أكل، بنات شابات أضيعهن بلا أكل، مين أريد أجيب أنا؟ لا أخو لا أبو لا أحد ينطيني، أبقى أسول بالشارع؟ ما تقبلوا على نفسكم. حتى أبدأ ناشد وزير الكهرباء، وزير الزراعة، أنتوا الوزراء، أنا أناشدكم كعراقية، أناشد الشرفاء الموجودين بالعراق من تجار إلى غيرهم، من ينظرون إنه أنا تعبت خالة، تعبت الله يسامحك، تعبت والله العظيم، ماكو مرجع في الضيمي. ما شاف الضيم وتعب هاي الدنيا. أم
قولي يا الله ان شاء الله توصل بناشاتك. ام الثلاث بنات والله تعبت. مسحت موعدك ان شاء الله ما طول من خلال برنامج لوكيشن ان شاء الله. خلاص ان شاء الله يوصل صوتي. اريد يوصل صوتي للوزراء والمسؤولين. اريد يوصل صوت الناس الطيبه. علاج بنتك ايش قد؟ كل اربع ايام اليوم الخامس 205,000. مين يرد يجيباني؟ انا ما عندي امكانيه. طبعا اللي شفتوه هذا يعني مع الاسف موجود عندنا بالعراق، في بلد بها الخيرات هذه ما عندنا فد منظومه تحمي الناس بالمجتمع من ما يمرون به من ظروف صعبه وقاهره مثل ما مرت به هذه السيده. ناشدت رئيس وزراء، ناشدت وزير النفط، نتمنى انه يكون صوتها وصل لكم، ونتمنى انه تلقوا لها حل يعني بأي طريقة كانت. عندها ثلاث بنات تريد تشد عليهم بالحلال حتى تعالج بيتها من الحروق لليوم، وحتى أيضا تقدر تعيشهم يعني والله مع الأسف. رقم الهاتف راح نخليه أسفل الشاشة، ممكن تتواصلون ويا كادر البرنامج حتى يوصلكم مباشرة بهاي السيدة، ممكن تساعدوها بطريقة مباشرة. وإحنا نعرف أهل الخير ما راح يشوفون هيك شيء ويتركوه يمر ويقدرون يساعدون. الحقيقة وضع مأساوي، نتمنى أنه نلقي له حل.